تحرك! قلت لك تحرك! هيا! لا تظهروا أنفسكم مهما حصل. تحت أمرك يا سيدي. هيا. أرسل الأمراء إلى هنا أرطغرل. أنت أيضا اترك أبي يذهب. اذهبا. هيا هيا. اقتلوهم جميعا، لا تدعوهم احياء. هيا هيا اقتلوهم جميعا. لماذا تقفون؟ اهجموا عليهم. هيا خذوهم إلى الخلف. آمركم أن تقتلوهم جميعاً. هيا هجموا عليهم. خيانة خيانة! سترون يا خونة، سيكون حسابكم معي عسيراً. اهجموا! اهدأوا. أخوك إلى الآن لا زال بين يدي أرطغرل، وصدقني إن حاولتم أن تؤذوني. دعك من الكذب كاراتويغار، لن تستطيع فعل أي شيء. أريد أن أكلمك على انفراد. اتركونا لو سمحتم. أنا من قبل كنت قائد الجيش السلجوقي لسنين. قاتلت من أجل الدولة السلجوقية دائما، وأصبت ونزفت دما، وبعد ذلك القدر جمعني بأمير، وأصبحت مهمتي الوحيدة حمايته هو وعائلته ممن يعتدي عليه. كاراتويغار يوجد في جيشه جنود أعرفهم منذ زمن، وقد ذهبت لأراهم سيد أرطغرل. ما أريده الآن السيد أفشين حماية قبيلتي وعائلتي أيضا وعائلة حليمة من الناس الذين يريدون إيذاءهم، وبما أن لدينا هدفا واحدا يجب أن نمسك بأيدي بعضنا البعض ونقف في وجه الحقير كاراتويغار. أنت رجل بطل سيد أرطغرل، القتال بجانبك شرف كبير لي، سأكون معك. قل لي يا سيد أفشين، الجنود الذين تعرفهم عنده ما مدى قوتهم؟ سأجيبك سيد أرطغرل، أصدقائي هناك لديهم القدرة ألا يبقوا جنديا واحدا حيا حول كاراتويغار. إذن سوف يتوهم أن هناك من يحميه. إذن اليوم نحن مكلفون بالسيف في معركة تلة النسر، وأنت مكلف بالدرع سيد أفشين. نحن سنهاجم، وأنت تدعو أصدقائك يوقفون الجنود المكلفين بحماية كاراتويغار. بأمرك سيد أرطغرل، هذا ما سيحصل. اليوم سنقف جانب المظلوم، وسوف ندع الظالم يدفع الثمن. والله يشهد بأن أميرك مظلوم، وبإذن الله نحن سوف نساعده. هذا أنت إذن؟ صارو بارو، سأحاسبك على ما فعلت. أنت خائن وحقير، ستحترق في جهنم كاراتويغار. سأقتلك أنت وهذين الأميرين، لن تنجو أبدا من يدي. سأمحو سلالتكم كلها.